بص بقى صاحبي، بقول لك ايه، انا شايف ان انت الفتره الاخيره عامل لي فيها لعيب ببجي موبايل وبتخش تجيب عدد كل كتير. انا جاي النهارده وهقول لك على حته تحدي، لو عرفت تعمله هبعت لك يا معلم كارت العربيه الجديده، حاجه كده بص ما حصلتش قبل كده. انا عايزك تجيب 30 كيلو يا معلم، هتعرف تعملها؟ وريني نفسك، انطلق يلا. تحدي سأل عنبورة، انت بتتكلم ازاي؟ اخوك ابو المأمين يا عم، بجيب 40 كيلو و50 كيلو. يلا يا جدعان بينا على التحدي. ثانيه نسيت اقول لكم حاجه، كل الناس بتوزع رؤيا الباس للمتابعين ما عدا انت يا مؤمن. صح، انا نسيت، انت نفسك مش شاحن. يا جماعه معانا اعلان فيديو النهارده برعايه منصه طماطم بلس، اللي بتوفر لك قصايم للالعاب اللي انت بتحبها، زي مثلا فري فاير، ببجي، فورتنايت، كل الالعاب اللي بتحبها. وغير كل ده عامله جوائز جامده جدا، زي مثلا ايفون، ايباد. يا جدعان منصه طماطم بلس فيها كل حاجه انت محتاجها، ده غير بقى ان في العاب جامده جوه المنصه. طب بصوا بقى يا شباب، الرابط هتلاقوه تحت في الوصف. اول حاجه هنضغط على كلمه انشاء حساب جديد، نقدر بقى ان احنا نسجل بالموبايل او بريد الكتروني. انا عن نفسي هسجل بالموبايل. هنا بيقول لك مثلا نكتب رقم الموبايل، كلمه المرور، الاسم الكامل، بريد الكتروني، وهنا بقى نضغط على علامه الصح. ويلا بقى يا جدعان خلينا نسجل عشان نشوف المزايا اللي جوه. انا دلوقتي سجلت على المنصة وجالي كود على الموبايل. خلونا بقى ننزل تحت عشان نشوف القصائم اللي موجودة والعروض اللي موجودة. ايه ده احنا معانا قصائم لبابجي وقصائم لبلايستيشن ستور. وغير كل ده بقى معانا العاب كتير في المنصة، زي مثلا تحدي الملوك والعاب تانية كتير. تعالى بقى ندخل على قصائم بابجي موبايل عشان ده اللي محتاجينه. هنختار مثلا القصيمة اللي بتسعة دولار. يلا يا عم فرتك فلوسك. هنا بيقول لك اختار دولة، هنختار مثلا الدولة مصر. فين مصر يا جدعان؟ اهي ما شاء الله عندنا طرق دفع كتير، زي اورنج كاش، فودافون كاش، يعني ما عندكش حج، هتشحن يعني سهولة في الدفع يا عم. تعالوا بقى نختار دولة تانية عشان نشوف طرق الدفع فيها عاملة ازاي، زي مثلا تعالوا نختار البحرين، واللي هتلاقي فيها طرق دفع مختلفة برضه. خلونا بقى نرجع للعرض ونشحن. تعالوا نختار هنا مصر. انا عن نفسي يا جدعان هشحن بفودافون كاش. طب يا جدعان وبكده نكون شحننا بكل سهولة. هنروح بقى ناخد الكود من على منصة طماطم بلس. اول حاجة بقى هنعملها هنخش على كلمة المشتريات، بعد كده بيظهر لك الشحنة اللي احنا شحناها، وهي يا جدعان دي للمصداقية بس. تعرفوا بقى ان اول خمسة هيسجلوا على منصة طماطم بلس هياخدوا كوب ببلاش 660 شدة يا عم. استناكم بقى في التعليقات، اما اروح اسجل بقى. موقع ثلاثة يا جدعان والنبي ما يتفنشوا، انا رايح لهم بس فنشتهم اهم حاجه. زي ما قلت لك حد معايا، انا عايز ناس جنبي بس. واحد جبته، انا عايز حد معايا بس، حد لازق فيا. روح الطير عندك، سيبه ليه يا ابو السيب؟ ليه كنت دخل علينا كامل؟ ها ماشي هسقط. سقط معايا خط واحد. ابعد يا ابو السيب، ابعد يا ابو السيب. بس اتنين، اطلع فنش الكلاية اهم حاجة. جبت الاثنين. الله عليا ايه يا فنان يا مؤمن يا ابن اللعيبه. ايوه بقى هو ده اللي جنبك يا فنان، هو ده اللي جنبك يا ابن اللعيبه يا مؤمن. ده انا رحت فنشت الكل وبعدين جبت الولد، والله العظيم فنشت الكل الاول قسما بالله. بوتين اهو عند البيت الاحمر اهو. عربيه، تعالوا نفطر بسرعه. في عربية تحت بقى، انا هو في الحته دي، ده جوست شفته. الله ادي بقى تسعة كوليوز، حلو قوي. جبته اطلع فنش بسرعة بعشرة كل اتكل. الله يا جدعان هنخلص التحدي بتاع عنبور. ايه سهل جدا يا جدعان. من اول جيم، ده اول جيم العبه. عربية اضربت، هات لنا شبات بسرعة. اجري ورا حد فيهم. اركب
هتلاقي اجري ورا الموتوسيكل عشان اتنين. واحد نوك. مفيش اسلحه للاسف. لا واي قدامك ايه؟ لقيت سلاح. هات هات بسرعه. ارموني. واحد هو واحد. لا طبعا السكواد. هتيجي يا اسطى بقى انت في ايه؟ فينيش على طول. عارف لو كان فتح بشوت بس بقول لك ايه، كان في ناس جنبي. انا كل ايه كل ايه كل ايه بوت ونال. في بوت ورانا كمان اهو. لسه عندك البوت؟ بوت عندي. اه في بوت عندي بيفشخني. تعال يلا انا جايلك. اجيب مين ولا مين يا جدعان؟ هات لنا البوت التالت. يلا انا مش بالطاقه. الله هو البوت راح اختفى ولا ايه؟ تنام في الارض. انا قلت ورشك بس. كان معاك سلاح زياده؟ خد خد كويس. واحد تاني جاي. الله اللي بعد دورة كده. كام كيلو؟ خمسة. حلو. عايزين بس نخش ناخد الربع، بس لو موت دلوقتي هتبقى وحش. هتبقى وحشة اوي. يلا يلا مع بايزو. هلا كمبر ليه؟ ستة. الجيم ده جامد شاك. يا شو الجن دي بقى اللي هتفرق معايا جدا. عايزين بس ندخل ناخد الكارت كده تبقى خلصت. خد الكارت خلاص. ايوه في واحده قدامي. اتنين معانا. تمانية. حلو ده. هشيل صح؟ اه شيل شيل شيل. عميان عميان بتاعك. اتنين عميانين. يا عم ما بيموتش. تلات طلق. فنش 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 الكلتين. فنش الكلتين معانا. اسلم. واحد نزل. ريف ريف. ابصيت كل ده فين؟ ابصيت اعمل ايه؟ يا نهار اسود انا بقى سبع كلة. ابصيت جاي لك وناويها. يلا يلا عندنا ناس كتير. ابصيت وحط ام. هو الجيم ده هيبقى ترند. بوت ورا بوت ورا بوت. انا رايح له. بمسك سلاح. ضرب من هنا ضرب من هنا. خد خد. تعالوا كتير تعالوا كتير تعالوا كتير. عندك البوت؟ اه شايفه؟ اه اه. طب ليه طب ليه؟ سيبه ولا دي؟ سيبه سيبه سيبه. اقول ايه؟ طب ايه؟ اخد كبر. روح روح روح. استنى عمر الشوتجن كده. الله وقعني. وحياة امك ما تفنش يا بت اللعيبة. يا بت اللعيبة يا جوست. هو ده الكلام بقى. انا كنت بوت بوت بوت. سيبه سيبه. لا حبيبي. ايه يا اسطى هو ليه كم ماله؟ ليه كم بايظ والله؟ الواد انا عشان اتغبيت قدامه راح عمر الشوتجن. استنى بقى انت بتسيب بقى. انا عايزك معانا. صاحب ورا عميان. يا لهوي دمه تفى. جاي لك. انا تعبت يا اسطى من الناس والله. العيال جاي لي ابو السيد بعد ما مت. على سكول بقى. ابو السيد مات. ابو السيد بيقول لي جاي لك مات. اما انا جاي اللي دخلت اوبن شنكهوني عشان الموتى دلوقتي بزعلة. ده في باج عندي. الله ده ده الجهاز بيزرب. عندي واحد اهو. تعالى تعالى معايا فوق على البيت على البيت اللي فوق. ده في عندي جوست اتنين. اشيل. انا انت عندك اشيل ماشي. واحد. الله. ثلاثة. نزل باراشوت. كمل. انا فنشت خلاص. كمل انت براحتك. عندي انا اثنين في البيت اللي فيه. انا موقع اثنين يا ابني. هو متنكر. هم سكواد. هم رايفوا اصحابهم. I'm recalling a اه. في اتنين في البيت. ها بسم الله. ماشي ماشي. اخلع انت. ما ينفعش اخلع بقى خلاص. فايت. الاتنين معهم اوزي لسه نازلين حالا. ابني انا فلقت الاتنين اللي نزلوا عليا دول. يلا يلا بس بصي. واحد نوك. هما واحد اصلا. واحد اصلا؟ اه.
شو انا قلت لك ابو السيد المقرفة. روح بقى عشان ما يريفش. ابلع يلا تعبان ابن اللعيبة ابلع. طب الخضة اللي هو خضال ديت انا قلت لك اتنين. قلت لك اتنين مش واحد. انا واحد والله واحد اللي انا شفته كان بيفايت مع اخونا جوستو واحد. اه يا اسطى انت ما شفتش الاسكواد ده انا عملت فيه ايه اقسم بالله. انتوا ده دروب نازل جنب هو في اجل عن صباح الفيطات ولا ايه وربي يا اسطى فشخت الاسكواد ده اهو واحده. لا انا كلايه او اتنين تقريبا. اطلع اطلع على الجبل احسن اطلع على الجبل. بس بص اصلا مش هسيب والله انا لا هي نجري بقى من هنا خالص فرجع تاني. اوي فوقك من الاكيم ممسك الشوتجن من امسكها ويدخل يرمي لي مولوتوف هنا. يا عم ازاي ده يا عم ده ازاي جابني هو ده مولوتوف اكس 2 اه شكله خير ما كنت وصل. يا جدعان المولوتوف ده بقى مقرف قوي بجد انا بموت نص الموتات بسببه.